نشكر الزميلة عبير النقبي اللي قدمت لنا هذا التقرير واللي بدوره سلط الضوء على كيفية إدارة الوقت. آخر فقراتنا مشاهدينا ننهيها فيها برنامج صباح الشارقة وفقرة التراث والتعليم هو أساس بناء الشعوب وتقدمها، ويرجع تاريخ التعليم في الإمارات إلى حضارات قديمة تم العثور على أثارها في عدة مواقع تاريخية، حيث كان الإنسان مشاهدينا في التراث يطور نفسه عن طريق التعليم الذاتي واكتساب الخبرات، إلى أن ظهر التعليم الذي مارسه معلمون توفرت لديهم المعرفة في علم من العلوم، وهكذا إلى أن تطور التعليم في الإمارات من النمط التقليدي البسيط إلى شكل آخر من التعليم. خلونا مشاهدينا نتعرف معاكم ونسترجع بدايات التعليم في دولتنا الحبيبة دولة الإمارات مع الوالدة مريم سعيد سالم رئيسة اللجنة النسائية في جمعية شمل للفنون والتراث وكذلك مدربة أجيال. يسعد صباحك أمي. صباحكم الله بالخير. حياك الله. حياكم الله. الله يحييكم. الله يسلمك ويعافيك يا رب. يا مرحبا حياك. أمي، في البداية نتكلم عن التعليم في دولة الإمارات بشكل عام، كيف كان التعليم في الماضي؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية هني الهيئة التدريسية وطلابنا وطلباتنا بالعام الدراسي الجديد، وإن شاء الله أن يكون عام موفق بإذن الله تعالى. وخدمه وطنهم انا اقول امين يا رب العالمين. بالنسبه لما قالت بنتنا امل في التعليم في الماضي قبل ما تي المدارس وقبل ما تي شو اسمه التطور هذا، نعم، وقبل قيام الاتحاد ما كانوا حليلهم عندهم يعني مدارس، بس شو يتعلمون من قلتين تحينا في رحلتهم. رحلتهم شو كانت؟ كانت عندهم فيهم الصبر، مثابرة، الفزعة، نقاهة الجار، الحكمة، هاي كلها روح تعتبر يعني تعتبر الحياة روح مدرسة يعني. صحيح. من هالشيء هم تعلموا هذا يعني تعلموا التعليم. نعم. صح انهم ما قروا ولا كتبوا ولا عندهم يعني خبرة في الكتابة، ولكن علمتهم الحياة. جميل، رائع. نعم. اليوم يعني نعم. بداية رحلة التعليم هي نعم. الظروف اللي مر عليها الإنسان قبل. نعم، مروا عليها، ولكن من الظروف اللي مروا فيها روحهم خذوا خبرة منها. يا سلام. نعم. تعبير جميل أمي مريم. بعدها انتقلت بعد ما الاتحاد وقبل الاتحاد بدأت شوية مظاهر التعليم والكتاتيب والمطوع. نتكلم عن هذه الفترة. طالت عماركم الكتاتيب والمطوع، والمطوع لهم دور كبير وعظيم في تعليم شو اسمه الاجيال سابقا. صحيح انا بقول لك اهل القرى ما عندهم مطاوع وكتاتيب مثل اهل الساحل، يعني اكثر شيء متوفر لك حاليا ما يمتلكون شيء. نعم. عرفتي؟ لكن اهل الساحل فيه عندهم المطاوع، عندهم المطوعه، فلهم دور كبير يعني في تعليمهم. وقبل يوم يعلمونهم شيء يعلمونهم القاعده النورانيه، فيها الحروف تراها. نعم. قاعدة النورانية تختلف عن تعليمنا في الوقت الحالي، احنا نقولهم ألف باء قبل. نعم. لا، تعليم القاعدة النورانية ألف همزة فتحة خلاص. نعم. ترسخ فيهم. نعم. فضوها يعني. فبما قلت يعني دور المطوع والكتاتيب لهم دور كبير في تعليم الأجيال السابقة. أكيد أمي مريم، التكنولوجيا اليوم لعبت دور كبير في تطوير والارتقاء بالتعليم بشكل أكيد. عام في دولة الإمارات، كذلك التقنيات الحديثة. لو نرجع للماضي، الأدوات اللي كانت تستخدم في التعليم، الكتب الإلكترونية اليوم نقارنها بالكتب القديمة، كيف كانت الكتب، الأقلام، السبورة وغيرها من الأدوات هذه؟ رجعتينا للماضي. أنا اللي حكت عليه فعلا الكتب القديمة، الأقلام القديمة، البرايات القديمة، المساحات القديمة، هاي عرفتي. مع بداية من قيام الاتحاد الحمد لله ابتدى الحمد لله التطور، الحمد لله استمر يعني شيء في شيء. الحمد لله. فطالت عماركم الكتب القديمة قبل كانت قبل الصبورة، قبل أيام الكتاتيب، خلينا نرجع الكتاتيب. كان عندهم لوح ويكتبون بالصخامة. زين. بعدين الحمد لله مع تطور شوي شوي ومغفور للشيخ زايد اهتم بالتعليم وقيام الاتحاد الحمد لله رب العالمين، تأسست المدارس. تأسست المدارس، عاد بدأت المدارس ويجيبونا الأقلام الرصاص، يجيبونا المؤشر هذا، يجيبونا المساطر، يجيبونا كانت التباشير. صح، طباشير. كنا نكتب بالتباشير على الصبورة. صحيح. وكان صح الكتبة بالتباشير، لكن تحسين إن أنجزنا شيء. صح. عرفتي؟ الحين الحمد لله رب العالمين ابتدوا شو كل التكنولوجيا مما تقولون، كل حديث، كل على الالكتروني هذه. صحيح. شو اسمه تطور العلم. يعني قاعد نشوف هذه اللقطات امي مريم للكتاتيب قبل والمداء وكيف كانوا يالسين ويتعلمون القرآن الكريم ويتعلمون الاحاديث ويتعلمون السنة.
نعم. وقبل اتوقع الياهل كان تعليمه من امه وابوه، يعني يعلمونه السنة. اكيد والعادات من البيت، وخص يوم يصير عند المطوع خلاص، يصير عند المطوع يصيرون الاهل يزورون يشوفون شو اسلوب الطالب عندك، الطفل هذا شو تعلم. نعم. زين، من القراءة، من الكتابة، ولا يعني بيتذمرون من المطوع ولا بيتذمرون، لا، اللي شو اسمه يامر بالمطوع والمطوعه يصير عليه الطالب. صحيح. نعم. ومن الذكريات الجميله بعد الدفاتر اللي عليها صوره المغفور له باذن الله تعالى، الشيخ زايد المون الله يرحمه. نعم. يعني هذه ما تنسى ابدا ما تنسى ابدا، هذه ذكرى راسخه في الاذهان يا ابوي. نعم. شوف السنين اللي مروا عليها الاوليين اللي قبلنا، وعقب احنا حضرنا بعد، الحمد لله رب العالمين. صح احنا درسنا بدايه السبعينات، درستنا روحي، لكن الحمد لله يعني حسينا بالكتب الاوليه، بلذه الكتب الاوليه. نعم. زين، وكل شيء كان سبحان الله مع التطور. صحيح. كل شيء، كل جيل له تعليمه. نعم. امي الحياه قبل كانت حلوه، كانت بسيطة، كانت يعني مميزة، في نفس الوقت كانت صعبة وكانت شاقة خلينا نقول، وكان التعليم مقتصر يعني على فئة معينة أو يعني في مجتمع صغير. نعم. لكن اليوم تطور هذا التعليم بفضل التقنيات وبفضل قيادتنا الرشيدة كذلك اللي طورت وارتقت بالتعليم بشكل عام في دولة الإمارات. لكن لو نتكلم عن الصعوبات اللي كانوا يواجهونها الأوليين قبل في مسألة التعليم، القراءة، الكتابة وغيرها من وسائل التعليم وأدوات التعليم. الصعوبات طالت عمرك اللي واجهوها قبل، أنا بقولش حد من أولياء الأمور زين من هم الأوليين بيقولوا إحنا بندرس الولد. هي. إن البنت لا ما تدرس. هي شيء ما تدرس البنت لها نصيب. صح. من الدراسة، لكن ترى حليها مقلل فهامة زين. فسبحان الله شوي 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 هذا ينقل حق الخبر حق هذا، وهذا يقول حق ينقل الخبر حق الثاني والثالث، طلعت الدراسه خلونا ندرس عيالنا، خلونا الحكومه ما قصرت. نعم. افتحت مدارس رغم انه يعني صحبه وقت ضعيف، ولكن سبحان الله بقول لك يعني خلال ما قاموا يستسمعون لا تفتحوا شوي شوي، انتبهوا شوي شوي. نعم. درسوا عيالهم. نعم. دخلوا البنات، ولا كان قبل البنت ما لها نصيب من الدراسه. نعم. زين، بس يمكن درسنا ثاني وثالث الاي سي. بس الحمد لله عقب الحمد والشكر نحن بعد يعني ما ننسى جهود ام الامارات شيخه فاطمه بنت مبارك. نعم. الله يحفظها. نعم. وقوفها بجانب المراه الاماراتيه. نعم. يعني وخصوصا مساله التعليم، مساله العمل، مساله جزاها الله خير. يعني صحيح المراه الاماراتيه تضع بصمتها في جميع المجالات سواء. صحيح. داخل او خارج الدوله. صحيح. فعلا احنا امس يوم شاركنا في المملكه العربيه السعوديه في موسم الطائف. نعم. وضعنا بصمه فعلا. نعم. كانوا الامهات والاجيال والمفلا بقولش الوفد الاماراتي وضع بصمه عظيمه كبيره في مهرجان سوق عكاظ، اناروها بعملهم وشغلهم يا سلام. من جميع من الشيء القديم الى ما وصلنا فيه الحديث الحمد لله. ومش شو ذكرياتك مع الـ الـ المدرسه، في موقف ما تنسينه ولا شيء؟ نعم في موقف، لكن الموقف اللي ما انساه كنت صف ثاني ابتدائي. نعم. وكان هاك الايام يوم الام، وكانت مدرستنا ابله منى اتذكرها، وكان في طالبه اسمها حبيبه. ويلسنا ونقول يعني انقني ست الحبايب. فانا اعطوني الدور البنت اني ارقد. والله ما اقول بقولكم فعلا هذا موقف ما انسى مدى حياتي. ويقولون عاد يلا مريم خذي موقع، يعني عدال المكتبه اتذكرها زاويه عند المكتبه. كنا مدرسه خوله في راس الخيمه. نعم. وسبحان الله بنام وخذت غفوه لا نمت صدق. مريم قولي مريم في مره خاله رقدت فعلا. هذا من المواقف الجميله اللي ما انساها يعني في المدرسه. وخافوا عيل امي لا خافوا عليك يا اهل ما فهمت انا رقدت قالوا لي نامي وخذت رقده يعني بصراحه من المواقف. وكان دراسته حلوه يعني، وكنت اتذكر ايام الدراسه في الفصل الاول يعطونا يعني يوم بتي نص الاجازه نص السنه ننسخ القراءة من أول ما نوصل. نعم. فهذا هو يرسخ الكتابة. هي. هذه ترسخ شو اسمه المعلومات في بالك يعني. صح. ما تنسى. ولا ونجيد الخط. أنا لين اليوم أمس وحدة المملكة العربية السعودية تقول لي ما شاء الله ليش الوالدة خطش جميل. ما شاء أنا الله. يعني ما أخذت نصيب من التعليم، ولكن مما قلت الواحد يوم يمارس الشيء. وكانت أيام الاحتفالات باليوم الوطني أو الاحتفالات بيوم الأم مثلا كلها كانت العصر. ما كانت الصبح؟ لا ما كانت الصبح، أتذكر كلها كانت القصر. فكانت أيام جميلة يعني أيام الدراسة. وأتذكر البراية اللي يحطونها على الطاولة ونبري فيها كذا. وأتذكر المؤشر يوم يأشرون بعلى الصبورة، يعني الحمد لله رب العالمين.
في ايام ذكريات ما ننساها، ولكن سبحان الله مع التطور الحمد لله وين وصلوا ما شاء الله عليهم الحين في التعليم، وهذا بفضل الله وفضل قيادتنا الرشيده جزاهم الله خير يعني ما قصروا. وما زالت هذه الذكريات عالقه في الاذهان؟ لا عالقه وعالقه دوم بين فتره وفتره، انيس احنا زميلاتنا اللي من سني انا ومن جيلي انا نستعيد هالذكريات. يعطيك الصحه والعافيه امي مريم، نحن شاكرين لك تواجدت معنا اليوم في استديو صباح الشارقه. الله يخليك مسموحه بالحلم، يعطيك الصحه والعافيه. اذا مشاهدينا كل الشكر والتقدير للوالده مريم سعيد سالم رئيسه اللجنه النسائيه في جمعيه شمال للفنون والتراث ومدربه اجيال على هذا الحضور وهذه المعلومات القيمه والمفيده. الى هنا وصلنا للختام، نشوفكم إن شاء الله باكر في حلقة جديدة، ومع السلامة. وصلنا للختام جميع فقرات صباح الشارقة، مشاهدينا يومكم سعيد وفي أمان الله.